السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان، اليوم سوف نريكم طريقة للأخوة الذين لا يحبون التعامل مع الأسلاك. هذه طريقة جيدة وسهلة جدا بوضع خشبة من زاوية إلى زاوية، وكما ترون أن النحل يعمل عليه، وتستطيع أن تجعل له أساسات أيضا، ولكني أحببت أن أعطيه هكذا خالي كي نرى كيف يعمل النحل عليه، وسوف نريكم النتيجة. وخاصة أن الأسلاك يتغير لونه داخل الشمع، ولا يصلح استعماله لأكثر من سنتين ويتغير لونه ويفسد الشمع والعسل. طريقة سهلة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.